نبدأ المحاضرة الثانية من مادة مراجعة النظم الإلكترونية، وهنتكلم في المحاضرة دي عن الفصل الأول في الجزء الثاني اللي بيتكلم عن مسار المراجعة في ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات. أول حاجة هنعرفها هو المقصود بمسار المراجعة، هو أسلوب يسمح للمراجع الحصول على أدلة الإثبات اللازمة لإبداء رأيه الفني المحايد، وذلك من خلال تتبع المعاملات المالية التي تمت في نظام إعداد المعلومات، إما بدءا بالمستندات الأصلية أو بالأفراد الذي يبدأ عندهم إدخال البيانات الحاسب، إلى أن ينتهي بالتقارير والقوائم المالية، أو بدءا بالتقارير النهائية ورجوعا إلى المصادر الأصلية للمعاملات، وذلك للتأكد من صحة وجدية بيانات المدخلات وسلامة المعالجة ودقة المخرجات النهائية. ايه هو المقصود بمسار المراجعة؟ تعالوا نشوف ايه المشاكل التي تواجه المراجع عند تتبع مسار المراجعة للحصول على ادلة الاثبات لابداء رأيه في القوائم المالية. اول نوع من المشاكل اللي بتواجهه هو صعوبة متابعة ما يجري داخل قواعد البيانات من تغيرات متلاحقة بسبب تنفيذ عدد كبير من برامج التطبيقات بالاتصال المتزامن والتحديث المستمر للسجلات. 2- الصعوبة المتمثلة في عدم إمكان الاكتشاف الفوري للأخطاء وأعمال الغش وما ينتج عن ذلك من انتشار الأخطاء والتعديلات غير المشروعة، وذلك لكون السجلات غير مرئية. 3- الصعوبة في اكتشاف ما يقوم به مرتكبو أعمال الغش، خاصة عندما يتمكنون من تغطية أعمالهم غير المشروعة بأعمال تحديث معوضة، بحيث تظهر السجلات في حال التوازن برغم وجود أعمال غش. بعد ما عرفنا ايه هو المقصود بمسار المراجعة وايه هي المشاكل اللي بتقابل المراجع عند تتبع مسار المراجعة للحصول على ادلة الاثبات لابداء رأيه الفني في القوائم المالية، تعالوا نشوف ايه هي انواع مسار المراجعة. انا عندي مسار المراجعة بينقسم الى نوعين، النوع الاول وهو المسار المادي للبيانات، والنوع الثاني هو مسار المراجعة المنطقي، وفيما يلي سيتم شرح كل نوع منهم على حدة بالتفصيل. نبدأ بأول نوع من أنواع مسارات المراجعة وهو مسار المراجعة المادي، ويتمثل هذا النوع في مسار البيانات ذاتها من خلال نظام إعداد البيانات سواء كان نظام يدوي أو إلكتروني. ففي النظام اليدوي يتمثل مسار البيانات في المستندات الأساسية واليوميات وحسابات الأستاذ والتقارير المالية. أما في النظم الإلكترونية يتمثل مسار البيانات في كل من ملف أداء نظام إدارة قاعدة البيانات، والذي يمثل مسار العمليات المحاسبية، ملف إمكانات إدارة النظام، والذي يمثل مسار التشغيل. نيجي للنوع الثاني من أنواع مسارات المراجعة وهو مسار المراجعة المنطقي، ويتمثل هذا المسار في الأسلوب الفني الذي يستخدمه المراجع لتتبع مسار البيانات خلال النظام. هنتكلم دلوقتي على مسار المراجعة من خلال ملف إمكانات إدارة النظام. يمثل هذا الملف مسار مراجعة العمليات، وبالإضافة إلى استخدام هذا الملف كمصدر لمسار مراجعة العمليات فإنه يمكن أن يستخدم فيما يلي. أولا تقييم الأداء، حيث يتيح هذا الملف إمكانية حساب الوقت المطلوب لتخزين البيانات المتعلقة بصفقة ما، كما يوضح أيضا الاختناقات التي تسببها بعض قنوات الإدخال والإخراج، وبالتالي ضمان كفاءة التشغيل من خلال إزالة أسباب الاختناقات. ثانيا حماية وتكامل البيانات المخزنة في قاعدة البيانات من أي تلف أو تشويه لبنود البيانات. فمثلا إذا أدخل أحد مستخدمي النهايات الطرفية كلمة سر خاطئة، فإنه يتم تسجيل هذا الحدث ويمكن استخراج هذا الخطأ من الملف، وكذلك تسجيل أي عطل في وظائف الأجهزة، وبالتالي تتيح إمكان تتبع مسار هذه العمليات. هنتكلم دلوقتي على مسار المراجعة من خلال ملف أداء نظام إدارة قاعدة البيانات. يمثل هذا الملف مسار المراجعة المحاسبي، ويوضح هذا المسار تأثير العمليات على مفردات أو عناصر البيانات داخل قاعدة البيانات، ويعتبر هذا الملف بمثابة اليوميات في النظم التقليدية، وبالتالي فإن هذا الملف يتيح للمراجع إمكانية تتبع الأحداث التاريخية وتأثير هذه الأحداث على أرصدة الحسابات وفحص الأخطاء وتأثيرها على عناصر البيانات في قواعد البيانات.
ننتقل للنقطة التالية وهي المتطلبات المنطقية لمسار المراجعة. النقطة الأولى وهي الرقم المميز للرسالة، حيث يجب أن يكون هناك رقم وحيد لكل صفقة تتم من خلال قاعدة البيانات. 2. الرقم المميز للمستخدم، حيث يجب أن يكون هناك رقم خاص لكل مستخدم لقاعدة البيانات من خلاله يتم السماح له بالتعامل مع قاعدة البيانات. 3. الرقم المميز للنهاية الطرفية، حيث يجب أن يكون هناك رقم مميز لكل نهاية طرفية يتم من خلالها التعامل مع قاعدة البيانات. 4. رقم مميز لتحميل البرنامج، يجب أن يكون هناك أرقام مميزة ونسخة من كل برنامج يتم التعامل به مع قاعدة البيانات. 5. قيمة الصفقة، وذلك لبيان مقدار التغيرات التي تحدث لعناصر البيانات والمقصود بها أرصدة الحسابات بقواعد البيانات. 6. وقت وتاريخ العملية، ويقصد بها تحديد وقت وتاريخ معالجة العملية بقاعدة البيانات. 7. الرصيد قبل التحديث، ويقصد به القيمة السابقة لمفردات البيانات التي سيتم تحديثها بقاعدة البيانات. 8. الرصيد بعد التحديث، ويقصد به القيمة الجديدة لمفردة البيانات التي تم تحديثها بقاعدة البيانات. 9. رمز العملية، ويقصد به بيان رمز العملية إذا كان مدين أم دائن التي تسببت في تعديل رصيد الحساب بقاعدة البيانات.